الزياره بتاعته 1885 لبعض الزائرين العرب وبعض الزائرين الاجانب على الحائط الثاني، موجوده طبعا عندنا، بالاضافه الى الرومان كروس اللي هو الصليب المدور الروماني الطراز والصليب المطول او الافقي. اتفضل. الارثوذكسي الطراز او المصري الطراز. تمام. هنيجي بعد كده هنا في الجزء ده هنلاقي ان الجزء ده مقسم لاثنين هايبوستايل هول. الهايبوستايل هول او بعده اعمده خارجي وبعده اعمده داخلي، يفصل بينهم حاجه اسمها ستائر حجريه، حاجه اسمها سكرين وولز. اتضمنت الستائر الحجريه دي واحنا شايفين طبعا في بعض التغيير تمام موجود. وبرده حاجه جميله جدا هنلاقي ان في اثناء المعبد ده اساسا كان قبليه معبد مصري قديم. فالمعبد المصري القديم ده اساسا تم فكه عن طريق البطالمه وتم انشاء معبدهم استخداما للاحجار القديمه. فبعض الاحجار القديمه بتحمل بعض النقوش المصريه القديمه تمام بتدل على ايزيس برضو ايام زمان. فده طبعا الحجر ابسايد داون ومحطوط بطريقه خطا طبعا من المهندسين الاساسيين اللي بنوا المعبد ايام البطالمه زي ما احنا شايفين. طبعا لما نقلوا المعبد وغيروه برضو ما حبوش يغيروا الستايل الاساسي بتاع المعبد البطلمي اللي عندنا. عندنا هنا برضو العنخ والواس، عندنا مفتاح الحياه بالسيبتر او الصولجان بتاع القوه على كرسي على نص الكره الارضيه اللي هو اسمه نب عنخ واس او تو واس اللي هو بيعني الرخاء، مدينه الرخاء والقوه واللونج لايف الى سيد الارضين. عندنا هنا تحولت ايام المسيحيين الجزء ده بالظبط زي ما احنا شايفين الدايمنشنز اتحولت لكوبت كروس على نص الكره الارضيه اللي هو اسمه نب زي ما احنا شايفين. دخلنا بعد كده الجزء ده هنلاقي ان المفروض المكان الاساسي بتاع المعبد بس ده 577 ميلاديه تحول لكنيسه، كنيسه سان ستيفانو من ضمن القديسين اللي اتبنت لهم 6-7 كنائس. دي الكنيسه الوحيده الجرناطيه اللي موجوده في المعبد طبقا للطراز البازيليكي للكنيسه المصريه.